أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. تلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة هدية غير متوقعة من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، عبارة عن هاتف ذكي من نوع آيفون إكس الجديد. وشارك الترك متتبعيه على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مجموعة من الصور للمحادثة التي دارت بينه وبين بطمة عبر تطبيق الرسائل الفورية واتساب، والتي يظهر من خلالها المراحل التي مرت بها زوجته للوصول للهدية وكيف كان رد فعلها. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس لتصلكم الأخبار فور نشرها.